بمشاركة وزراء البيئة والري والموارد المائية والسياحة والآثار، انطلقت فعاليات ورشة العمل الافتتاحية لمشروع صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر، والتي تستهدف تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية. الفكرة ان احنا اطلقنا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، اطلقنا خطة المساهمات الوطنية قبل مؤتمر الكوب، واطلقنا خطة استثمارات. لكن الجزء بتاع التكيف هو الجزء المرتبط كتير بالانسان واللي بيشعر بيه المواطن، من موجات حر، من امطار، من فيضانات، من جفاف في التربة، من محاصيل ما بتكملش دورة إنتاجية بتاعتها. وبالتالي وجود خطة وطنية للتكيف، للإجراءات اللي الدولة هتقوم بيها لما بعد 2030، ده مهم جدا، وده بداية هذا المشروع. بنتعاون مع وزارة الزراعة في الحصول على أنواع مختلفة أو فرايتيز من المحاصيل، بحيث أنها تتحمل درجات الحرارة وتتحمل كميات المية الأقل. بنعمل إعادة استخدام مياه الري مرة أخرى، بحيث ان احنا نقدر نعظم الانتاجية. بنحاول نطور أنظمة الري من الري السطحي إلى الري الحديث. كمان بنعمل منشآت لحماية من أخطار السيول اللي ممكن تحصل في بعض الأماكن في مصر. تنفيذ الخطط الوطنية للتكيف ومواجهة التحديات التي تواجه الزراعة والري، فضلا عن رفع قدرات القطاعات المختلفة فنيا لتنفيذ المشروعات، أهم المحاور التي وضعت على طاولة النقاشات. يعني ده تقرير وطني بيعد من خلال الوزارات والهيئات المعنية، وبيعتمد من المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين. فبالتالي هو وثيقة حكومية رسمية، المعلومات المقدمة فيها أو الواردة في هذه الوثيقة هي معلومات معتمدة من الدولة، من الحكومة. يعني إطلاق الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ده في حد ذاته حاجة مهمة جدا، لأن لازم يبقى في خطة كل قطاعات الدولة، سواء هذه القطاعات قطاعات حكومية أو قطاعات أو قطاع خاص أو غيره، لازم تسير وفق خطة واضحة للتعامل مع قضية تغير المناخ، لأن أكتر من كده هيبقى في مشكلة كبيرة جدا على قطاع الزراعة زي ما قلت لحضرتك، لأنه من أهم وأخطر القطاعات الآن في كل اقتصادات العالم. إعداد استراتيجية وطنية ترأسها الحكومة بالشراكة مع مؤسسات دولية من خلال خبراء دوليين تعد خطوة مهمة لتنفيذ وثيقة وطنية من شأنها التصدي لكافة الآثار السلبية للتغيرات المناخية في المرحلة القادمة.